على وقع هذه التصفيقات وبحث فال خاص، كرمت النسوة العاملات في الإقامة الجامعية الفيسرير للذكور بخنشلة. تكريم جاء كعربون مودة واحترام لما تقدمه المتطوعات، ذلك بمناسبة مساهمتهم الفعالة في الوقوف والسهر على راحة الطلبة خلال هذا الشهر. تركوا منازلهم، تركوا أولادهم، قدموا لنا مأكولات تقليدية، عاملونا وكأنهم أولادهم، يعطيهم الصحة إن شاء الله. المبادرة أدخلت الكثير من الفرحة على العاملات اللواتي لم يبخلن في تقديم ملذة وطاب للطلبة. تسمى هنا كنزقها خدمت خدمة هنا صبحي، إذا تبكر غدا صبحي في الخمسة خدمة الحليب، أمن هنا تروينو تفرقة شاسيها روينو هنا بعد حسنام تروينو، ولا لا عندي مشكلة معاهم، مهمة تروينو الحش كل شيء غاس انتم تروينو. هذا الشيء اللي رانا نقدموه هنا رانا خير من اللي نقدموه في ديارنا. راني عندي فوج اللي راهو يخدم السلاطة، عندي فوج اللي راهو مدوله بالدجاج، رانا على جالتهم هما، رانا نديروا معظم وقتنا ليهم هما. هي لفتة اعتراف بمجهود، لفتة جسدت التضامن في الشهر الفضيل على أن تعمم عبر كافة الإقامات الجامعية بربوع الوطن، لا لشيء سوى لزرع التكافل والتآزر.